الكأس وأيضا الميداليات بحضور الملك خوان كارلوس وأيضا الملكة صوفيا وكذلك ميشيل باكي رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. زميل العصام تفضل خطه معك. شكرا زميل الأخضر. أصدقائي المشاهدين، نصل لمراسم التتويج، المشهد الأخير الذي سيبقى في ذاكرة عشاق ريال مدريد للمرة العاشرة يوم 24 ماي 2014. تساءلت في بداية إكسترا تايم هل يكون بنفس سعادة وأحلام وطموحات وأفراح عمل فيه في باريس أمام فالنتيا؟ تكرر المشهد، الأتليتيكو كانت الكرة قاسية عليه، صحيح أنه في الشوط الثاني ممكن تراجع خاصة بدنيا، ولكن أيضا الفريق لا ننسى نعطيه حقه في الدقيقة 93 كان هو بطل أوروبا، هي اللقطة الأخيرة والكرة الأخيرة والهفوة القاتلة الذي ضيعت أحلام سنة أوروبية، أول هزيمة للأتليتيكو مدريد في نهائي الشامبيونز. بلغة أخرى في المباراة الأهم، ضيع فريق الأتليتيكو شعلة المباريات السابقة وضيع تركيزه في الكرة القاتلة. أتليتيكو مدريد